في حاجة جوه متأكد؟ طب حط العملة بإيديك، والأطفال الصغيرة يجي على الشمال، الولاد كلها على الشمال بسرعة. الولاد، فريق الولاد يجي كده، فريق الولاد صف واحد كده. الولاد، البنات بقى صف يمين كده عشان نعمل مسابقة للبنات، شطار البنات. طب تعالوا كده يمين ونوسع بعيد عن الموسم، تمام؟ جوه ولا خدتهم؟ أنا باثق فيك. طب إيه؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ اه اديتك. انت دافع كام؟ دافع 200. وانت دافع كام؟ 50. تاخدهم كام؟ المفروض 100. وانت؟ شكلنا مش هناخدهم خالص. انتوا عارفين شغال مع مين؟ عارف. مؤمن ورد حسبوه، ركزوا ده. اي غلطه على طول. دلوقتي بقى المفروض انك هتقول جمله سحريه تخلي الفلوس دبل، ينفع؟ يا جماعه طريق بس الكبير. يلا بينا. بصوت عالي هتقول ايه بقى؟ هبرك ادبرك. بصوت عالي بقى. ما اختفتش على فكره. لا لا. طب اقول لك حاجه اسهل، امسك كده كده وقول برم. صوت عالي. ها برم. يمكن بروفه بقى. امسك كده وهتقول ايه بقى؟ احيي. بصوت عالي. مش معنى هو ما قالش احيي يعني. حاجه ثانيه. طب يلا احنا اتفقنا مفيش احراج. يلا بينا. احيي. لا لا وحشه وحشه. العيد. ايوه قولها. مش من قلبك. بمياعه كده. مرات واقفة عيني استخبي يا ام فريده. يلا بينا. اقول يا برجوله ماشي. احي. العب بايه؟ طب اقول لهم ايه؟ ما بتختفيش. طب امسك كده. تيجي نولع فيها. تيجي ايه؟ نولع فيها. ده مين ده؟ نولع فيها؟ نولع في 200 بس. فين؟ ولا مالك في الوقت؟ ولا دلوقتي بقى عامل لكم اكبر مفاجاه في الحفله كلها، تمام؟ هسالك سؤال ترد عليا بصراحه. تمام. سؤال بجد وترد عليه بصراحه. هو ضحك عليك وما رضيش يولع، صح؟ انت مين اللي حضرتك ولع في الفلوس؟ انا قلت له ولع. شجعه بسقفه كبيره يا جماعه. اتفضل. 50 ايه؟ احنا هنهزر. في حاجه بتولع.